إذا دخل المسلم إلى المسجد. بس مسلم يطلع مسكي يعني. الرجال يتقدموا إلى الصفوف الأولى. مية هت نلاحظت بات إنسى مسير فين. ويتأخر النساء. ينادي طلبة طاقسة. دخلت إلى المسجد وجدت الإمام قد بدأ في الصلاة يصلي الإمام. ستين سنة طلبة مسكي يعني هو ما إمام يقال تندروك أكسر. ماذا أصنع أنا؟ متى منتين؟ أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر. متى ألوتن تكبير الإحرام إلى يألوت الركوع سني؟ وأدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليه الإمام، إمام قائم راكع ساجد جالس. بس إمام يوم بستس الركوع ستهان ماس سجود س من منسيه ناس ينتون بس إمام يوم. إذا أدركت الإمام قائما أو راكعا هذا معناه أنني أدركت الركعة. بس إنه هو ما أنت إمام يوم بستس طهن الركوع إسا نسينا سينا تيارد أتصينا عود إهتي نتيه ركعا ديالا. أدركت الإمام في السجود في الجلوس هذا معناه أن الركعة هذه لابد من قضائها بعد أن يسلم الإمام. يسينا نات أنت إمام يون سجود إسا طهن إستو ماصا نين سينا تيارد سيلون أتتم الركعة من متوهية منهم بتا لسا تسسيت الركوع سيالكين إتسا. إذا دخلت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد يعني الإمام لم يشرع في الصلاة سينا تولد مسكي يعني إمام يقول بيا لعلو تنظرك أستان ماذا أصنع؟ متى منتين؟ أصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن أجلس من الركوع لنكاكسي ركعة يولا تربه لتا مسكي إن يكون إستو أقرأ القرآن بعد أن أنتهي من الركعتين سيلوكم من الركوع لما كاكسي ركعة من الركوع من القرآن لكن لا أصنع كما يصنع بعض الجهال متى أنت متى تكبت أصنع استأيتي الكلام المسكي. في المسجد بوهو بضاي مسكي اللعب في الجوال ليك بهلم الله النظر في الساعة قد صفت كالله المساجد هذه لله تم مسك ينبين الله الله لا يمكن أن يعبد فيها غير الله أيها المارو الاستبال واسينا مسك زكتا موتكم الله يا لا ندفن فيها الأموات إم لا ندفن نجعلها قبور للأموات سيدا مسك يستبايكو يا حولو الله لا نصنع فيها الغنى الشرك الرقص إم لوسنا شركيا يا بالبو مستيو مولك الله حتى الطعام والشراب يكون في حدود يعني لا يمكن نجعلها كالمطاعم ام يسرو والله يوم مثلك سينا الرياسه ام تنسي تكون رابين طلاب